إذا حابب تشوف ألعاب جديدة على موبايلك وتتحاول مليت أو زهقت من الألعاب الموجودة حاليا، فما عليك غير أنك توقف شاشة الفيديو بعد شوي وتشوف كم هائل أو ما كم هائل، كم لعبة بيستحقوا التجربة من مدونة حوحو. حاط لكم إياهم قدامكم. وكمان إذا حابين الروابط المباشرة لهم بتلاقوا بوصف الفيديو على اليوتيوب. الحلو بأجهزة الأندرويد إنه شو إنه مفتوحة المصدر، وهذا الحكي بيسمح للمبرمجين إنه يخترقوا جذور النظام ويعطونا كتير أمور مهمة. والشيء المهم جدا تطبيقات تسمح لك تشوف إذا أشخاص حاولوا يعبسوا بكلمة السر، حاولوا يفوتوا على جهازك وهن ما مصرح لهم يفوتوا، فهالتطبيقات هي حتاخذ لهم صورة وتنحفظ عندك، وبس تاخذ جهازك كان زملاء العمل وأولادك وزارة الداخلية المرأة فأنت أكيد حتشوف صورته. فبكل تأكيد حاعطيكم كم برنامج من هالبرامج هدول كتير مهم بتلاقوهم تحت بالتعليقات. إذا كنت على التيك توك روح على القناة على اليوتيوب فيك تشوفهم. وأكيد بس تنجح فكرة مع أي شركة تقنية كل الشركات بتقوم باستنساخها، وحاليا يوتيوب عم تستنسخ فكرة التيك توك بطريقة حلوة كتير. الفكرة باختصار إنه أي فيديو على اليوتيوب هيحطوا لك موقع أو إشارة مثل ما شايفين قدامكم هلأ كريت. هالصورة أول إشارة هي تسمح لك إنك تصور فيديو مقتبس من الأغنية أو من الموسيقى أو من الشيء المعروض قدامك على اليوتيوب، فيك تختار له كمان أمور تانية. هذا الشيء حاليا متوفر فقط بالهند، وإذا نجحت الفكرة حتتعمم وتصير عالمية. برأيكم الشخصي ممكن أي تطبيق حالي ينافس التيك توك أو لا؟ شو السبب؟ اكتبوا لي بالتعليقات. كثير ما بنشوف مقاطع على السوشيال ميديا ومنحب نحتفظ بمقاطع الفيديو هاي على أجهزتنا أو كل الوسائط. إذا كنت على الأندرويد فأكيد أفضل موقع بالنسبة لي كاستخدام شخصي هو سناب تيوب. أفضل برنامج هو سناب تيوب، برنامج جدا رائع، حأترك لكم رابطه كمان بالوصف إذا كنت على اليوتيوب. أما بالنسبة للكمبيوتر للبي سي إذا كان عندك إنترنت داونلود مانجر فهذا شيء رائع، حقه $25. أما إذا بدك شيء تاني مجاني فمو مجاني 100% ولكن بيأدي الغرض، فيك تنزل بلاي ليست كاملة، في كتير ميزات خرافية. هالتطبيق هذا اسمه سناب داونلودر للماك وللبي سي للويندوز، كمان رابطهم هتلاقوا بالوصف على اليوتيوب. ما تنسوا الاشتراك اللايك والفولو كان على التيك توك او كان على اليوتيوب. كل الشركات الصينية حاليا طلعت برات السوق الامريكي، ما عاد في اي شركة تبيع هواتف عدا شركة واحدة حاليا تشكل نسبة نمو مبيعاتها بالولايات المتحدة بشكل هائل جدا، 160% نمو، رقم اي هائل وخرافي جدا، هي شركة ون بلس. ون بلس هي الشركة الوحيدة حاليا المتاح لها بيع اجهزتها بالولايات المتحدة الامريكية. طبعا موتوريلا و باقي الشلة جوجل وهدول كلياتهم فشلوا فشل ذريع وكلياتهم عم يعانوا من انحدار وموت بالسوق الامريكي. ثلاث برامج كمبيوتر مهمين كتير فيك تحافظ عليهم. اول برنامج هو للالعاب من انتل، برنامج رسمي بتلاقي رابطه بالوصف باليوتيوب. هالبرنامج هذا برايي الشخصي حلو كتير لجهازك بيتماسك بيحاول قد ما في يعطيه ثبات واستقرار اذا كان معالج جهازك من شركة انتل، واغلب المعالجات هي من انتل. كل شيء عليك تساوي تنزل هالبرنامج اسمه انتل بيرفورمانس ماكسمايزر. هذا البرنامج بس بتشغله وهو بيعمل كل شيء واجب عليه ليدعم جهازك بالالعاب. كثير اشخاص بيعانوا وعندهم فكره انه المونتاج على الكمبيوتر كثير صعب، هو مو صعب ولكن بدك تفهم الطريقه اللي مبرمجين فيها الكمبيوتر. ولكن اذا حابب تشوف برنامج مونتاج على قريب على برامج الجوال فما له غير برنامج اشامبو سلايد شو ستوديو، فيك تعمل عليه بعض الحركات بعض الافكتات الاحترافيه، وبرأيي الشخصي بنصحه كتير للمبتدئين اللي حابين يفوتوا بمجال المونتاج على الويندوز أو على الماك. وإذا كان عندك شك باتصالك بالإنترنت وإنك ما عندك خبرة الكافية تعرف الموقع إذا كان ضار أو لا، في عندك برنامج اسمه أفرسايت. البرنامج شغلته يراقب لك اتصالك بالإنترنت، بيعطيك هيستوري أو محفوظات لكل المواقع اللي زرتها أنت، بيعرض لك الآمن وغير الآمن، بيعطيك تنبيهات حلوة فيك تنزله على الويندوز.